لازم نتكلم على الاسماعيلي. هل فوز النهارده شايفه ازاي بالنسبه لنادي الاسماعيلي يا استاذ رضوان؟ وهل ده ممكن يكون انطلاقه لشكل مختلف لنادي الاسماعيلي؟ هو نقدر نقول الاسماعيلي مع كابتن ايهاب مختلف عن السنه اللي فاتت، برغم طبعا النتائج برضو مش هي اللي بترضي طموح الجماهير الاسماعيليه. لكن في شكل مختلف، في برغم ان انا متحفظ على ان الاسماعيلي لم يدعم لما يتم تدعيم الفريق بشكل عشان وقف القيد والمشاكل اللي هي متراكمة من سنوات طويلة يعني. لكن انت في حدود الـ 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 الافراد الموجودين السكواد اللي موجود في الاسماعيلي، يعني تقدر تقول ان النتيجة النهاردة او اداء الفريق السنة دي مختلف طبعا الموسم السابقة، في اداء متوازن. بنلاقي ان الاسماعيلي السنه دي متميز في حته برضو الدفاع، عنده دفاع جيد. بيقدر يعني كان في مباراه بيراميدز كان ند قوي جدا، وكان يعني التوفيق لم يحالفه، يعني كان واضح ان في مباراه بيراميدز برغم ان هو الهزيمه الا انه كان النهارده بنشوف برضو التوفيق، برضو لما بيحالف التوفيق بيقدر طبعا الكرة جزء منها التوفيق، يعني جزء كبير، وخصوصا ان انت عندك الامكانيات برضو مش هي سواء الامكانيات الفنية او المهارية او الكلام ده كله يعني محدودة في الاسماعيلي شوية. ولكن مع كل ده في طبعا واضح بصمة كابتن ايهاب واضحة طبعا جدا في الفريق، لانه هو ما قدموش حل، يعني مش هيقدر طبعا يجيب صفقات على مستوى كبير طبعا نظر الامكانيات الماديه اللي هي المشكله الاساسيه في الاسماعيلي، التمويل المالي مفيش، واغلب الانديه المصريه الحقيقه يعني. لا انا بتكلم على الاسماعيلي بالتحديد، لانه الاسماعيلي ده ركن اساسي كبيرة. وركن كبير جدا في الكره المصريه، فكان لازم يكون في لازم يبحثوا عن حل لموضوع الازمه الماليه دي. فانا مش عارف ليه، هل مثلا هم يعني اتعمل لهم نادي اللي هو نادي اجتماعي كبير؟ طب انتوا فين الموارد، فين العضويات اللي ان هي تتعمل في النادي الاجتماعي دي تجيب دخل للنادي؟ فين كبار المستثمرين او رجال الاعمال في الاسماعيليه او المنتمين لمحافظه الاسماعيليه ما يدعموش الفريق؟ هي دي مشكله الاسماعيلي، المشكله الاساسيه اللي هي الامكانيات الماديه. لو توفرت الامكانيات الماديه، لان تعرف برضو اسماعيلي الاول كان بيطلع مواهب للكره المصريه، دي طبعا كانت بتجيب فلوس برضو. نعم يعني كانت بيباع ويجيب فلوس. لكن انت دلوقتي لا المواهب موجود ولا ده موجود، نضرت وقلت ومع نقص امكانيات ماليه. لكن نقدر نقول الاسماعيلي ان شاء الله الماتش بتاع النهارده ده يعني هيدي دفعه. بيقول لك زي ما احنا معتادين الفوز بيجيب فوز، فان شاء الله ده الفوز الثاني على فكره الاسماعيلي يا استاذ رضوان. بالظبط. وهو تقدم بقى المركز تقريبا في المركز ال 11، هو دلوقتي موجود في المركز ال 14. يعني اتحرك خطوات للامام، ان شاء الله ده يكون الفوز ده محفز ليه، لان هو يتقدم في وسط الجدول.